على طريقة أجداده السلاطين العثمانيين، تركي يهدي عروسه في حفل الزفاف حقيبة سفر مليئة بالذهب. ظهورها في الزفاف كان مفاجأة تسببت في جدل ضخم، زلزل أركان تركيا. فماذا حدث؟ تبدأ القصة داخل إحدى قاعات الزفاف في تركيا، حينما لاحظ الحضور حقيبة غامضة لم يعرفوا صاحبها، ظلت محط أعين الحضور لساعات طويلة، خطفت الاهتمام من العروسين، فالجميع يتساءل إلى من تعود ملكية الحقيبة الغامضة، ولماذا توجد هذه الحقيبة داخل قاعة زفاف؟ ظهرت معالم الصدمة على جميع الحضور بمجرد أن فتحت الحقيبة أمامهم، كميات كبيرة من الذهب ظهرت فيها، كأنها من مغارة علي بابا. وزادت صدمتهم حينما رأوا العريس وهو نجل، أحد أكبر رجال الأعمال في تركيا، يقدم لعروسه كل الذهب الموجود في الحقيبة هدية زفاف. المفاجأة الكبرى هي كمية الذهب التي تبلغ 8 كيلوغرامات. التقطت عدسات الكاميرات هذه اللحظات فيما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انقسم بين مؤيد ومعارض لتصرف العريس الثري، حيث اعتبرها البعض تصرفاً طبيعياً من العريس بحسب عادات وتقاليد الزواج في تركيا. فمن الطبيعي أن يقدم العريس هدايا لعروسه يوم الزفاف، ولكن هل من المنطقي أن يقدم هذا الكم من الذهب؟ يعارض البعض تصرف العريس، والذي جاء في وقت تمر به تركيا بأزمة اقتصادية كبيرة، وتتسم مراسم الزواج في تركيا بعادات غريبة تبدأ من مواعيد الزواج، حيث تنتشر خرافة طويلة الأمد مفادها أنه لا ينبغي إقامة حفلات الزفاف في التواريخ التي تقع بين هذين العطلتين، وهو الوقت الذي يشار إليه باسم شوال، وهو الشهر العاشر من التقويم الإسلامي. ومع ذلك فقد تبين أن هذا الاعتقاد في الواقع لا علاقة له بالدين الإسلامي، وهو في الواقع متجذر فيما حدث خلال ذلك الشهر في الشرق الأوسط من عصور ما قبل الإسلام. تستند الخرافات التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا إلى الاعتقاد بأن هذا الوقت من العام كان يجلب الحظ السيء، وسيؤدي إلى اضطرابات للأزواج الذين اختاروا إقامة حفل الزفاف فيه. أما عن ليلة الحناء فلها طقوسها التركية الخاصة، حيث يتم تجهيزها من قبل امرأة متزوجة سعيدة، وتوضع عملة معدنية في خليط الصبغة، ستظهر أهميتها لاحقا. وبمجرد أن تصبح الحناء جاهزة، تجلس العروس في المنتصف على كرسي مع حجاب أحمر فوق رأسها، ويبدأ الحفل بقيادة السيدة العجوز، الإناث الأصغر سناً، في احتفال يضعن فيه الشموع في أطباق نحاسية مملوءة بالحناء، ويتجولن حول العروس يغنين أغاني الزفاف التقليدية. القصد من ذلك هو جعل العروس تبكي، وأغنية الدموع التقليدية هي أغنية عن الشوق إلى الأسرة والمدينة، وعادة ما تحرك المشاعر. بمجرد أن تبكي العروس حان الوقت لبدء صباغة الحناء. يكلف الأكبر في الأسرة بوضع دمية من الحناء في كف العروس، لكن أولاً من المفترض أن تضع حماتها عملة ذهبية في يدها، والتي يعتقد أنها تجلب الحظ السعيد. ووفقاً للتقاليد التركية في الزواج، فإن الشخص الذي يجد العملة في وعاء الحناء كما ذكر سابقاً سيحصل قريباً على عرض زواج.